هي الاساتذه راه ما ضايعينش، ولكن التلاميذ راه ضايعين اكثر من الاساتذه، لان التلميذ ملي كيمشي للقسم وما كيلقاش الاستاذ فين كيخرج؟ تيخرج للزنقه، يعني بزاف الحوايج غادي يديرها في الزنقه، الام ما غاديش تكون لا على علم لا الاب على علم، يعني غادي يدير ما بغى في الزنقه، غيدير شي حوايج ماشي هما هادوك. ولكن الاستاذ بالنسبه للاستاذ تيطالب بحقه، والتلميذ فين هو حقه؟ حنا بغينا المنظومه التعليميه ديالها وديالنا زعما يكون لها تقد، لا تجي من الصالح ديال الاستاذ ولا من الصالح ديال التلميذ ولا من الصالح ديالنا حنا كاولياء الامور. وهذا يعني على سبيل المثال الاول دابا يعني تقريبا راه جاي الثلث ديال العام، يعني راه مشى ما يمكنش انك تحبس داكشي ديال الباك ولا تقول لهم تحبس دير لهم عام بياض، حيت واحد ما يمكنش انك حيت غيطرا واحد الديكاراج في كاع الخصوصيات زعما اللي بغينا نديرو كاع عام بيض، راه غيبقى واحد الخصص في الداخل لا في الميدسين لا في التمريض لا في اي حاجه، غيبقاو دي زاني خاوين التلاميذ هما الحلقه الضعيفه في هادشي كامل، حيت الاساتذه تيطالبوا بحقهم، عندهم واحد النظام اساسي ما بغاوش، هما باغيين الزياده لا والو، هما باغيين مطالب ديالهم، حيت هما ديك الزياده بحال دابا ندوي على ديك الزياده ديال 1500 درهم، هذيك الزياده غا ديال التضخم، هذيك زادوها في كاع لي صالير ياك، دونك ديك الزياده خليها ابار، هذيك ما دويش عليها. وكاين النظام الاساسي كاين فيه بزاف د الحوايج بحال دابا الساعات ديال العمل، بحال دابا المدير هو اللي غيولي نوطي في بلاصه المفتش، وبزاف ديال الحوايج. دونك باش تسال هاد الحلقه هادي خص حتى التلاميذ حتى هما يخرجوا يدويو على راسهم، التلاميذ ماشي مكاينش عاجبهم الحال وجالسين. من شهر 9 لدابا شحال ضاع التلميذ؟ وملي غيدخلوا مع الامتحانات اش غيديروا في الامتحانات؟ شنو قراو باش غيدوزوا الامتحانات؟ قراو شي حاجه باش يدوزوا الامتحانات؟ ما قراو التلاميذ والو، وفي الاخر يقول لي سير دير التزام ما دخلتيش ما جيتيش في الوقت. شنو هي هادي؟ ديال الحقره ديال بصح، حنا اللي محقور التلميذ دابا، وما الاستاذ راه حقه باين، يعني اي واحد عنده الحقوق ديالو، ولكن التلميذ منين يجيب حقه؟ هاد الايام اللي ضاعت ليه منين يجيبها؟ كاينين الامهات ما قارينش، يعني باش غتشد ولدها عندها وتقريه وتوريه ما قارينش. كاينه الام اللي كتخرج تخدم ما تجي حتى الستة العشيه، فهمتيني؟ دابا التلميذ اللي ضايع، ما الاساسي هي الام عارفه ولدها راه في المدرسه داخل المدرسه. هو الاضراب اللي قدروا الاساتذه راه عندهم سبب، ولكن اللي متضرر الاول والاخر هما التلاميذ، يعني خاص الوزاره ولا خاص الحكومه تلقى الحل في اقرب وقت للتلاميذ باش ما يضيعوش، حيت في الاخر وفي التالي راه ولاد الشعب اللي كيضيع، وهذا الشيء كياثر سلبا على المغرب في الاخر، يعني هذا الشيء اللي كاين. تنتمناو هذا الشيء يحبس ويشوفوا الاساتذه شنو هما المطالب ديالهم، يحاولوا يقادوهم ليهم باش السيروره ديال الدراسه تكمل في شكل جيد. ولا جينا نحسبوا تقريبا راه يعني بضع ايام اللي قرا، يعني ماشي قرا بزاف، وهذا يعني نقولوا حنا هذا العام بحال سنه بيضاء. نتمنى من الحكومه والمسؤولين يقادوا زعما هذه المساله، لا في صالح التلميذ ولا في صالح الاستاذ ولا في صالح اولياء الامور، ونوضوا ان شاء الله بهذا الوطن الحبيب. راه ماشي حل هذا التلاميذ راه ما قراوش شحال، راه 3 شهور ما يمكنش تعوضها في سيمانه، راه شي راه خصهم شي حل اخر. هذا الحل اللي خرجوا به راه ما خدامش، و نتمنوا الافضل للتلاميذ ويكونوا عراو بعد شويه حاجه في دارهم بوحدهم، واخا ما يعدوش عراو بوحدهم، ولكن واحد هو يخدم في الدار ويدير ايفور ويكون ان شاء الله خير. حيت ما يمكنش هما غادي يبقاو دايرين الاضراب ولباو لهم كاع المطالب، يعني مادام باقيين دايرين الاضراب الا اين كاين واحد الخلل تما، داكشي علاش باقيين دايرينه. ما غيمكنش انا دايره الاضراب على واحد الحاجه وغيتلباو ليا المطالب ديالي وغنبقى زايده في هذاك الاضراب، حيت عاوتاني الا بقيت دايره الاضراب انا غنجيبها في راسي. مادام هما دابا حابسين من المدرسه اذا ما كيتخلصوش، ما شحال من حاجه حابسينهم ليهم، يعني مادام باقي الاضراب اذا راه باقي المشكل قائم. والمغرب مشهور بهذه الظاهره، هذه التعاقد. هل تعليق قضية التعاقد للمغاربة؟ لا نهائيا لا تعليق لهم قضية التعاقد، لكن عندما نعود إلى النظام الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية قبل الاستقلال بعد الاستقلال كانت على شكلين، الوظيفة العمومية بمعنى لي فونكسيونير دو ليتا هادو شي،
والوظيفة العمومية للإحتياطيين لو كادر دو ريزيرف. لو كادر دو ريزيرف غنخلو هو التعاقد غادي يتشبل. لو كادر دو ريزيرف كان موجه للمغاربة غير المتعلمين. لو كادر جينيرال كان موجه للمغاربة المتعلمين زائد طبعا الفرنسيين اللي كانوا في الوظيفة العمومية. ما يمكنش هما غادي يبقاو دايرين الاضراب ولباو لهم كاع المطالب، يعني مادام باقيين دايرين الاضراب الا اين كاين واحد الخلل تما، داكشي علاش باقيين دايرينه. ما غيمكنش انايا دايره الاضراب على واحد الحاجه وغيتلباو لي المطالب ديالي وغنبقى زايده في هذاك الاضراب، حيت عاوتاني الا بقيت دايره الاضراب انا غنجيبها في راسي.